حمدي يوسف. دائما ما كنا نراه على شاشة السينما المصرية في دور الوزير أو المسؤول، ولكنه المسؤول المهزوز ضعيف الشخصية، كما أنه لم يحظى بأي أدوار مطلقة. ظل في الأدوار الثانوية طوال مسيرته الفنية، ورغم ذلك ترك بصمة مميزة في أذهان المشاهدين. ورغم أعماله العديدة في السينما على وجه التحديد، إلا أن القليل منا فقط هو الذي يعرف اسمه. والذي اتسمت أدواره الفنية في بدايته خلال فترة السبعينات بالتراجيديا والجدية، بينما حينما تقدم به العمر قدم اللمسة الكوميدية، وربما بدأت ذلك التحول حينما اختاره رأفت الميمي في فيلم الأفوكاتو عام 1983 ليقدم دور القاضي، وبعدها أصبح قاسما مشتركا في أفلام الميمي، كما أصبح له تواجد دائم في أفلام الزعيم. الفنان حمدي يوسف من مواليد 17 أغسطس عام 1930، وهو حاصل على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة، ويمكن أن يكون قد تقلد وظيفة حكومية قبل دخوله لمجال التمثيل، وخاصة أنه بدأ أول أعماله حينما كان عمره يقترب من 40. كان أول ظهور للفنان حمدي يوسف في السينما عام 1969 في فيلم شيء من العذاب مع المخرج صلاح أبو سيف وسعاد حسني وحسن يوسف ويحيى شاهين، ثم اختاره المخرج كمال الشيخ في أحد الأدوار في فيلم بئر الحرمان في نفس العام، لينتقل بعدها إلى الدراما عام 1982 ويشارك في مسلسل ليلة القبض على فاطمة لفردوس عبد الحميد وفاروق الفيشاوي، ولكن لم يقدم في الدراما أعمال كثيرة بعد ذلك، حيث وصل عددها إلى 6 مسلسلات فقط. وقد برع الفنان يوسف في أداء الأدوار التي تتطلب الوقار والهيبة، لذلك نراه غالبا ما يظهر على الشاشة في دور المسؤول الحكومي الكبير أو ضابط الشرطة أو الطبيب أو أستاذ الجامعة أو وكيل النيابة أو الضابط. وقد وصل رصيد أعماله إلى أكثر من 150 عمل، كان آخرها في عام 2003 وكان غالبيتها بالسينما. شارك الفنان حمدي يوسف في عدد ضخم من الأفلام السينمائية، ومنها ومدى قطار العمر، الحب قبل الخبز أحيانا، العذاب امرأة، البؤساء، البطنية، إعدام طالب ثانوي، انتخب الدكتور عبد الباسط، المشبوه، العذراء والشعر الأبيض، حتى لا يطير الدخان، لا تسألني من أنا، 10/10، إعدام ميت، كراكون في الشارع، بطل من ورق، يا عزيزي كلنا لصوص، الدنيا على جناح يمامة، نحن لا نزرع الشوك، صرصرة فوق النيل، الخيط الرفيع، اذكريني، حب في الزنزانة. أما في الدراما فقدم مسلسلات منها عابر سبيل، رحلة المليون، أخو البنات، أنا اللي استاهل، جسر الخطر، أحلام مؤجلة، بالإضافة إلى مشاركته في عدد من السهرات التلفزيونية، ومنها ممنوع بأمر الأولاد قبل السقوط، ولم تتيح له الفرصة في العمل بأي مسلسلات إذاعية. كما شارك في فوازير المتزوجون في التاريخ عام 1993 مع سمير غانم، ومسرحية بداية ونهاية مع فريد شوقي عام 1985. ويذكر أن آخر أعمال الفنان حمدي يوسف كانت مشاركته في فيلم حفار البحر عام 2003 مع فاروق الفيشاوي وجميل راتب. رحل الفنان حمدي يوسف عن عالمنا في يوم 15 إبريل من عام 2003، وذلك عن عمر يناهز 73 عام، بعد مسيرة فنية مثمرة امتدت لأكثر من 30 عام.